يقول أحدهم: إن الله رزقه بمولود جاء بعد ولادة متعسرة، فأخبره الأطباء بأن ذلك المولود سيمكث في الرعاية الخاصة لأنه مصاب بضمور في خلايا المخ، ومن المتوقع أن يموت بعد أيام. وإن عاش ذلك الإبن فسيكون أصم أبكم أعمى عاجز عن الحركة. فوض الرجل أمره لله وحمده على عطاياه، وظل هو وزوجته يزوران ابنهما كل يوم وهو في الرعاية الخاصة، حيث كان يسمح لهما فقط برؤيته من وراء زجاج. وفي أحد الأيام ترك الرجل زوجته أمام غرفة الإبن وذهب لصلاة المغرب، وعند عودته لم يجد زوجته. سأل الممرضة عنها فأخبرته أنها في الغرفة المجاورة. دخل الرجل الغرفة ليجد زوجته تحمل طفلا وترضعه. ظن الرجل أن الطفل ابنه، لكنه أرجع بصره إلى غرفة ابنه فوجده كما هو على سريره. فسأل زوجته عن ذلك الرضيع فأخبرته أنه كان يبكي بشدة، وحاولت الممرضة إرضاعه بحليب صناعي فأبى، فاستأذنت أن ترضعه هي، فأذنت الممرضة لها، وما إن حملته الزوجة وأرضعته حتى كف الرضيع عن البكاء. استنكر الرجل فعل الممرضة وعاتبها أن أذنت لزوجته برضاعة الطفل، فربما غضبت أمه لأن امرأة غيرها أرضعت ابنها. فأخبرته الممرضة أن ذلك الرضيع يتيم لطيم لا أم له ولا أب، حيث مات أبواه في حادث بعد ولادته بأيام ولم ينجو إلا هو. أشفق الرجل على ذلك الرضيع وتعلق قلب زوجته به، وما زادها تعلقا أنه كلما حاولت الممرضة أخذ الطفل من حضنها بكى وصرخ. وهكذا أصبح هذا الطفل لا يرضع إلا من صدر تلك المرأة، ولا يكف عن البكاء إلا في حضنها. فكانت كلما جاءت لزيارة ابنها المبتلى في الرعاية الخاصة أخذت ذلك الطفل وأرضعته حتى ينام على صدرها، فتأخذه الممرضة وترجعه إلى سريره. وهكذا كل يوم لما يقرب من 10 أيام، حتى جاء يوم زار فيه الرجل وزوجته ابنهما المصاب فلم يجدا ذلك الطفل. سألا عنه فأخبرهما موظف الاستقبال أن وفدا من وزارة الشؤون الاجتماعية قد نقلوه إلى مركز لرعاية الأيتام. بكت المرأة بكاء شديدا لفراق ذلك الطفل وكأنه ابنها، حتى أشفق عليها زوجها وأخذها إلى مركز الأيتام لتراه، وما إن وصلا حتى أخبرتهما المشرفة أن الطفل لا يكف عن البكاء والصراخ منذ أن وصل المركز. جلس الرجل مع زوجته في غرفة مغلقة، وأتت المشرفة بالطفل، وما إن ضمته الزوجة حتى كف عن البكاء فأرضعته حتى نام على صدرها. تعجبت المشرفة لأن الطفل كان قد رفض جميع المرضعات المتطوعات بالمركز، وها هو يهدأ ويطمئن في حضن تلك المرأة. فعاهد الرجل زوجته أن يزورا ابنهما في الرعاية الخاصة كل يوم، ومن ثم يزوران ذلك الطفل اللطيم في مركز الأيتام ليطمئن عليه وترضعه الزوجة. استمر الحال هكذا بضعة أسابيع، حتى جاءهم ذات يوم اتصال من مركز الأيتام لتخبرهم المشرفة أن هناك أسرة تريد أن تكفل ذلك الطفل، فإذا أراد أن يودعاه عليهما أن يحضرا يوم غد مبكرا قبل أن يرحل. نزل الحزن على الرجل وزوجته حتى غمرهما، وأعلنت الزوجة لزوجها أن الله أرسل إليهما ذلك الطفل ليخفف عنها مصيبتها في ابنها المريض، وإذا تبنى أحد غيرها ذلك الطفل فمصيبتها مصيبتان. اتصل الرجل بمسؤول في الدولة يعرفه وطلب منه مساعدته لتسهيل إجراءات كفالة ذلك اليتيم، حيث عادة ما تكون الإجراءات الرسمية لتبني الأيتام في المملكة السعودية مشددة يشرطها عدة ضمانات. تسهلت الإجراءات بفضل من الله وبات اليتيم ليلته في بيت الرجل. بعدها طلب الرجل من المستشفى خروج ابنه المصاب على أن تتم رعايته في بيته، ووقع على إقرارات المسؤولية اللازمة لذلك. يقول الرجل: إنه مرت عليهم 7 أشهر لا يعلمها إلا الله. الطفل اليتيم تأتيه نوبات صراخ وبكاء حادة كل يوم، وأي شيء يدخل فم ابنهما المصاب يخرج من أنفه. فكان الرجل وزوجته لا ينامان الليل مخافة أن يصيب أيا من الطفلين حدث طارئ. مرت الأيام والطفلان يكبران معا، لكن التقارير الطبية تؤكد أن ابن الرجل مصاب بالعجز التام، مع عدم القدرة على الرؤية أو السمع أو النطق. وأبواه متهيئان لذلك الأمر، راضيان بقضاء الله. وفي أحد الأيام كانت الأم تداعب ابنها الرضيع في غرفة المعيشة، حتى أصدر التلفاز صوت تشويش فجأة. لاحظت الأم أن الابن تغير وجهه وكأنه فزع من ذلك الصوت،
الطفل يسمع، يأتي الرجل فيحمل ابنه في ضوء النهار ويلاحظ أن الطفل يرمش كلما داعبت الشمس عينيه، يأتي صوت من غرفة الطفلين، تهرع الأم فتجد أن ابنها هو من يصدر ذلك الصوت. يكبر الطفلان فيحبوان ويلعبان معا وكأنهما توأم. يذهب الرجل بابنه للطبيب ومعه صور الأشعة المقطعية للمخ عند ولادته والتقارير الطبية، فيخبره الطبيب بأن تلك الأشعة تؤكد الشلل التام لصاحبها وضمور مراكز الرؤية والسمع والنطق. أما الابن الماثل أمامه الآن فهو معافى تماما، ومستحيل أن يكون هو نفس الطفل الذي صورت له تلك الأشعة عند ولادته، إلا أن تحدث معجزة إلهية. نعم، معجزة، معجزة من إذا أعطى أدهش. كفل الرجل وزوجته رضيعا يتيما لطيما فشكرهم الله فشفى ابنهما الأعمى الأصم الأبكم. بل يقول الرجل إنه منذ دخول ذلك اليتيم بيتهما وخير الدنيا يتنزل عليهم تترى بركة، تيسير، توفيق ورزق. ولا عجب، فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. الابن الذي ولد بضمور تام في خلايا المخ يشهد له جميع معلميه أنه عبقري أذكى من أقرانه، وأخوه المكفول الذي تربى معه رزقه الله حسن الخلق والخلقة وفصاحة اللسان، والإثنان على أعتاب الدراسة الجامعية الآن، لكن قصتهما لم تنتهي بعد. تبتلى الأم بأورام ليفية على البطن والرحم يجب استئصالها قبل أن تتكاثر. يصر الابن المكفول أن يبيت مع أمه ليلة ما قبل العملية، وكما سهرت أمه عليه رضيعا تضمه حتى يكف عن البكاء، تنام هي ويسهو ومناجيا ربه يمسح على بطن أمه ولا يكف عن الدعاء حتى تنفس الصبح. تدخل الأم غرفة العمليات وتخرج بعد وقت يسير. يطلب الطبيب الجراح أن يتحدث مع الزوج منفردا. ظن الرجل أن زوجته أصابها سوء فأسرع إلى مكتب الطبيب. يقسم الطبيب أنه لم يستأصل ورما واحدا، فتح البطن فلم يجد أي أثر، اختفت الأكياس الليفية فجأة وكأنها ذابت، وكأن من كفل يتيما يمتلك ضمانا غامضا عنوانه لا خوف عليهم ولا هم يحزن. لا خوف عليهم ولا هم يحزن. هذه كانت جزئية من كتاب زاد، قمنا بتسجيله على تطبيق ستوري تيل. أنصح الجميع بالاستماع إليه، كتاب جميل ومؤثر ومليء بالعبر. وضعت لك في الوصف رابط تحميل التطبيق والاستماع لهذا الكتاب، فقط افتح التطبيق وابحث عن اسم الكتاب زاد أو ابحث عن اسمي، وإن شاء الله ستجد كل الكتب التي قمنا بتسجيلها. فأتمنى أن يكون هذا التطبيق على هاتفك وأن يكون حسابك فعال، لأنه ربما قريبا تستمعون إلى كتاب من زاوية مختلفة على تطبيق ستوري تيل. ودمتم في أمان الله.